إذا كان رجل عنده بنت في حق الزواج ولم يتقدم خطبتها إلا رجل ليس كفءا في دينه، فهل يزوجها إياه؟ مثل ما تقدم ينظر إذا كان نقص في دينه لا يبلغ الكفر ولكن بعض المعاصي فلا حرج في ذلك، إذا لم يتيسر منه خير منه. أما إذا تيسر منه خير منه فهو خيره الذي يقدم، لكن إذا تعطلت الأمور ولم يتيسر لها الكفر في الدين وإنما تيسر لها إنسان فيه بعض المعاصي وليس بكافر فلا بأس. وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأصلح أحوالنا جميعا وهدى المسلمين جميعا وأصلح شبابهم وفتياتهم، ومن على جميع الاستقامة إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى